يسعد اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم هيك اول ما فقت كانت الكهرباء مطفيه لها شي اسبوع، عم يطفوها ما بعرف ليش، يمكن على الاغلب في بناية جربنا عم يعمروها جديد، فكل يوم هيك عم يطفوها لمده 4-5 ساعات. فهيك اول ما فقت قليت فطر وبيض مقلي، بحبوا انا كتير مع بعض، قليتهم قلت لنفطر. طبعا كانت الدنيا عتمة كتير، ما مبين شي، انا بيتي تحت الارض يعني حتى لو فتحت الشبابيك بيضل عتمة، فما صورت هيك، بس صورت وانا عم اقلي البيض. بعد ما قلينا البيض هيك وفطرنا حسيت ان الكهرباء مطبلة، ما بقدر اشتغل البيت والكهرباء مطفية، فقلت هيك قوم اعمل الكاسترد كمان، انا بحبه انا وبنتي كتير كتير بنحبه، وبيتاكل ساخن او بارد. الكاسترد هو شيء بيشبه البودينج بالتركي، هون ما بعرف شو بتقولوا له انتو، بس هو اسمه كاسترد، موجود بالدكاكين السورية. حطيت 3 كاسات حليب و3 معالق كاسترد و3 معالق سكر، حركتهم كتير منيح على البارد، بعدين خليتهم يغلوا. اول ما غلوا غليتهم شفتهم طعمهم كتير طيب، هيك بيشبه المهلبية بس مركة، بحبه اكتر من المهلبية انا. وقعد استنى الكهرباء لحتى تجي لحتى اقوم اشتغل، وما اجت وقتها للستة والله. فاول ما اجت الكهرباء هيك قمت، كان في عندي هدول الجليات جليتهم وخلصت، كمان هيك جليت المجلى، نظفت الفرن الغاز عفوا، ومسحت طاولة السفرة لانه اليوم كان في عندي شغل بغرفتي. انا قلتلكم انقسم شغلي على دفعات، يعني كل يوم 1.5 ساعة ركن او مكان. فامبارح رتبت خزن تيابي، خزانة التياب، لحتى هيك خفف علي الشغل، ما اضغط حالي كتير بالشغل. اليوم قلت هيك كم شغل عندي اعملهم خلصهم. ما كان في عندي كتير شغل بالمطبخ، بس جليت الجليات ونظفت المجلى، مسحت الطاولة ورحت على غرفة النوم. أول شي عملته كان عندي هاد الدرج تحت بنتي، كتير بيتكركب كتير، يعني أنا كل يوم ثلاثة بدي أعمله، كل أسبوع بدي أعمله. أنا حاطة فيها كل الشغلات اللي بتخص الأدويتا، مشطة، كريمات، الأدوية يعني، محارم عطرة، كل أمور الخاصة فيها يعني، بحطهم بهذا الدرج لحتى ما ضيع على شيء، يعني كل شيء بخصه أنا حاطيته تحت تختة، هيك أرتب ومنظم أكثر يعني. بعدين كان في عندي التسريحة المراية، يعني كتير متكركب قلبها الدرج يلي بقلبها أو الخزانة يعني، فكمان كنت بدي أعملها. طلعتهم كلهم وبلشت بهذا المنظم. يا صبايا عن جد المنظم هذا بجنن، منظم لي كل أموري، يعني المنظمات أكثر شيء بتخلي بيتك منظم ومرتب ونظيف على طول يعني، وكمان بنفس الوقت ما بتخلي أغراضك تضيع، يعني بتعرفي أغراضك وين موجود، ما بتضلك ساعة تدور عليه. بس أنا خزانتي ما بتوسع أكتر من هذا المنظم، كنت حطيت منظمين يعني، فبس حاطة هذا هيك بالوقت الحالي. هون هيك بلشت شو اسمه، أفرز الغراض، الخواتم لحال، أساوي لحال، الأطوال لحال، والساعات وهاي الأمور كل شي لحال، حبسات بنتي كمان ربطاتها، حطيت كل شي لحال. وبهي السلة حطيت المكياج، الاي شادو، البلاشر، الكونتور، العلب المكياج كله حطيتهم هون. وهون الجستان حطيت الام الحمراء والام الكحلي كمان، حطيتهم هيك كلهم حتى اعرف انا، بس بدي اعرف وين مكانهم،
هيك يعني قدام عيني بيبين كل شيء علي. بعد ما صفيتهم مسحت قلب الدرج وبلشت حطهم بقلب الدرج. شايفين كيف كان شكلهم وكيف صار هيك؟ صار منظم اكتر ومرتب ومبين كل شيء، يعني شيء اللي بدي اياه ببين علي فورا باخده. هلا هيك بعد ما خلصت صفيتهم كلهم بقلب الدرج، هذا ما عندي غيره، هذا الدرج من تحت بوابة يعني، فبحاول قدر الامكان انه خلي لي مساحة شيء ما يزعجني وما يتكركب دائما ويكون مرتب اكيد يعني، ومنظر وما أنا مزعج للعين. كان في عندي كمان ماسكات، كمان سنفرة، هاي الامور كلهم حطيتهم هيك بقلب الدرج. هلا هيك بعد ما خلصت صفيتهم بلشت هيك مسح المراية ومسح الأغراض اللي عفوها. هدول الأغراض أنا بستعملهم يوميا شبه يومي، فحاطتهم من فوق مع إنه أنا ما بحب كتير صب صالات على المراية، بس هدول قلت لكم بستعملهم بشكل يومي فحاطتهم فوق. بلشت هيك كمان مسحهم من الغبرة متغبرين وصفهم على المراية، وللأسف هذا المعطر طلع سيء ما برجع جيبه يعني لا يعاد يعني، ف مستنى يخلص ارجع اجيب واحد تاني. هون هيك مسحت كله من الغبرة ورجعت صفيتهم هيك بمكان يعني اضبط يكون بعيد عن بنتي، لانه بنتي صغيرة عم تطلع عم تقدر تجيبهم، فحطيتهم هيك بزاوية كلهم حتى ما تقدر توصلهم بنتي. هلا انا مقسمه شغلي او مقسمه ترتيبي لبيتي او تنظيف لبيتي بانه كل يوم خصص ساعه ونص او ساعتين او حتى ساعه حسب الركن يلي بدي نظفه. كل يوم انا مخصص ساعه ونص او ساعه او ساعتين حتى لحتى نظف ركن او مكان في بيتي، وهالشي بيخلي بيتي اخف شغله علي ويخليه عطول منظم. هلا نحن ما فينا نخلينا البيت على طول مرتب ونظيف، خاصة إذا كان في ولاد صغار، يعني حيكون في شي غلط إنه أنا بنتي بدها تلعب، بدها تطالع ألعابها، بدها تنبش ألعابها، فتلاقوا عندي الصالون على طول فيه الألعاب يعني بالأرض، ما بمنع هالشي، بس مثل الخزن المطبخ، البراد، خزن التياب، الحمام، هاي الأمور بتتكركب كتير. فأنا لما قسمهم صرت قسمهم يعني صرت حس كتير فرق، يعني صرت حس انه الشغل صار اخف علي، ما كتير اتعب وما كتير ياخد معي وقت، يعني صرت خلص شغل بيتي كله بساعتين او ساعتين ونص، ما كتير بياخد مني جهد. هلا هون كنت انا كان في علبة اي شادو مكسورة ما كنت عارفانة، فوقعت على التخت شلتها من المكنسة الكهربائية وبعدين شلتها بهذا الرول. يا بنات هذا الرول بيجنن عن جد، يعني بحبه كتير انا لكل شيء، للتياب، للفرشات، اي شيء بشيل الغبره، مع اني كنسته بالمكنسه الكهربائيه. لما رجعت شلت بهذا رجع شال الغبره، يعني رجع شال معه. بعدين هون كنست غرفه النوم، سكرت الشباك، انا بسكره انه بيفوتوا لعندي قطط ما بخليهم مفتوحين، وخلصت تنظيفه. هونك بعد ما خلصت تنظيف غرفه النوم قعدت هيك بالصالون عملت لحالي قهوة وتفرجت على
دكتور محمد زبدية، هذا بيعلم اللغة التركية، بس ما صورت، ما كان عندي وقت، الوقت قليل يعني، أخذني الوقت لأنه قلت لكم ما إجت الكهرباء للساعة 6، فشربت قهوتي وقمت لحتى أعمل أكل. للأكل هيك حبيت أعمل شي خفيف، شويت بطاطا، جبت بطاطا لفيتها بورق ألمنيوم حطيتها بالفرن، طلعت كتير كتير طيب يعني، ما طلعت قاسي، بالعكس طلعت كتير نهنها يعني. لما نقول أول شي قليت لحمة مع بهار أسود وملح وبابريكا، بعدين طلعت البطاطا دهنت زبدة وملح، الزبدة بتعطيها طعم بتجنن. هاي الأكلة بيعملوها هون بتركيا اسمها كومبير، بيعملوا هيك نفس الطريقة وبيحشوها هنا شو ما بدهم، فأنا كمان عملتها، قلت هيك بنحشي، كل مين بيحب شو كل مين شو بيحب بيحشي، بس ما حشيتهم أنا، قلت كل مين يعني بيحب هو يحشي. أنا حطيت له بس مايونيز وكاتشب، فيكن تحطوا له موتزاريلا، جبن موتزاريلا، فيكن تحطوا له ذرة، فيكن تحطوا له سجق، كتير في أمور، كتير في خيارات، انتو شو بتحبوا فيكن تحشوها. بعد ما تعشينا هيك قعدنا شوي، وكنت عاملة أنا هذا الأرنوب لبنتي، عملته من زمان بس ما كنت عم أفضى ضبطه يعني خيطه. على فكرة أنا إنسان كتير بتحب الكروشيه وبعرف كتير أشتغل بالكروشيه، عندي كتير أشغال إن شاء الله بفرجيكم هنا مع الأيام، وهذا أحد أشغالي. طبعا هو موسخ أنا لأنه حددت فيه المكان العين والتم، هيك بعد الغسيل إن شاء الله بيزبط. قلت هيك خيطوا فرجيكم اياه كمان، فرجيكم ردة فعل بنتي لما شافته، كتير حبته. طلع شكله كتير لطيف صراحة، هي أول مرة على فكرة أنا بعمل لعبة يعني أو شي، بالعادة بعمل تيار بس ما بعمل هيك شي. بنتي كتير حبته وكتير انبسطت فيه. ولهون أنا بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يعجبكم، ما تنسوا تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد أنا بنزله. هيك كان نهار اليوم، بتمنى يعجبكم الفيديو. هيك حبيت كمان بنهاية الفيديو فرجيكم، هون كان الأتراك عم يحتفلوا بفوز رجب طيب أردوغان، فصورت وهيك حطيت لكم إياه بالفيديو حتى فرجيكم، وبأمان الله. Thank you.